25-23 25-22 زهرة عم يتقدم بغزير. اوفر فيو تنورين بالتوتال اتاك 52% 56% للزهرة. بالسايد اوت اتاك 17 من 32 لتنورين 18 من 32 للزهرة. بالكونتر اتاك 7 من 14 لتنورين 9 من 16 للزهرة. بالاستقبال 11 من 40 لتنورين 13 من 36 للزهرة. بالايسز 1 من 46 لتنورين 4 من 49 للزهرة. بالبلوك 4 لتنورين 3 للزهرة. وبالتوتال بيكس او بالدفاع 14 تنورين 16 زهرة. بعده تقدم الزهرة طفيف. هالبارتي السيرفيس اللي عامل فرق. اذا 2-0 المهمة عم تصعب على تنورين. هل رح يقدر صاحب الارض يرجع النتيجة او رح يقدر الزهرة يحسم المباراة 3-0؟ بنشوف نحن واياكم مشاهدينا بالمجموعة الثالثة ضمن المرحلة الرابعة من بطولة لبنان للفوليبول XXL. بكره في مباراتين الساعة 6 بالمر البوشرية ضد الهون والساعة 7:30 الأنوار ضد الرسالة. صار منقولين لايف على الموقع الرسمي للاتحاد اللبناني labvolley.com. والمجموعة الثالثة رح تنطلق على إرسال ميهايلو ميتيتش. ميتيتش عبر طويف كايو بيسجل وبيفتتح المجموعة لتنورين 1-0. هيدا كايو معلوف. فلوت دوكيتش بيستقبل وبينيروا بيضرب بينيروا وبلوك اوت بيعادل قليل تيخسر طابة كورفن بينيروا. لعيب كثير مميز فعال جدا. ارتور زيك جامب سيرف استقبال من براتويف منسيا بيتوقف بالبلوك منسيا بيتوقف بالبلوك منسيا. لهلا بالفريقين الاستقبال كثير مميز، يعني مشان هيك عم تقدر تشوف طبيعه الاتاك حلوه. ارتور سيرفيس طويل خارج الملعب. نيمانيا دوكيتش صار عامل 2 بلوك. هيدا روني ضو كابتن تنورين. فلوت على دوكيتش ديرار بيضرب ديرار بينلقط ومنسيا بذكاء كبير بالمكان الفارغ من الملعب بيسجل. اكيد كان في خطا من لاعبي الزهره. ضو على دوكيتش وطابته لدوكيتش بتضلها بمنطقته. هالمره بينيروا بينلقط بالبلوك بينيروا ودوكيتش من جديد. هالمرة دوكيتش بيكبوت في ليتو وتنورين بيتقدموا 4-2. بعدنا على سيرفيس روني ضو يميل استقبال عاطل عاطل استقبالك يا يميل. 5-2 لتنورين. هيدا هون قلة التركيز ريح شوي فريق الزهرة. هو على طول ثالث سيت بالفوليبول هو مقياس اوقات بيقلب الماتش كله. بعدنا على ارسال روني ضو يميل هالمرة استقبال منيح ودرار بيضرب وبيسجل. 3-5 هيدا ديرار عبيد جامب سيرف من ديرار على كايو وروني او هيدا ستيف عويد
بيسجل منسيا. ما كثير شفناه بهالمباراة عصام. لا لا منسيا أنا بالعادة يكون أفضل من هيك بكثير، بس وجود أصلا مراتوب كمان شوي أخذ نتف النور عنه، بس أنا بالعادة سيرفيسه على مين يكون أفضل من هيك، يعني على طول عم يسجل كان سيرفيسات. هلا عم يسجل نقاط للزهرة. لفريق الزهرة بعدهم ضمن المسجلين. كارفن بطل المجموعة الأولى والثانية وبطل البطولة لهلا. اوه اوه ايس جديد، مش معقول شو عم يعمل كارفن، بقلص الفرق لنقطة. ١٧ نقطة، ١٣ من ٢٠ وأربعة ايسز. هالمرة براتوييف بيستقبل منسيا، طابته بتتهدى كونتر اتاك وبينيروا بده يحافظ على سيرفيسه. مش معقول مش معقول شو عم بيعمل بينيروا، مش معقول شو عم بيعمل بينيروا. شو هالديتانك وشو هالضرب الصاروخي. هيدا بينيروا من جديد كمان، براتوييف هالمرة بيستقبل وبلوك كريستيان دوكيت. المشكلة الأساسية بتنورين اليوم هو منسيا، يعني عصام من 3-6 ل 7-6 4-0 ران على طول بس يكون على سيرفيس بينيروا، لأنه ما عم بيقدروا يحسموا يغيروا، ما عم بيكون في استقبال يعني. يعني الباسور خيار، يعني معك لاعب أربعة مثل براتوف براتوييف عم بيربح أغلبية طابته، في يحسم في تشتغل سيرفيسو لبينيروا، وعادة بينيروا عم يضرب عليه وعم يمنعه انه يرجع يشوط. الباسور عم يمنعه أكيد عم يعلله. هالمرة يميل دوكيتش كمان تكنيكال تايم اوت يعني الاول بهالمجموعه للزهره. براتوييف عم بيكون سيرفيسه منيح كمان، بس فريق الزهره عم بيعرف يقطش يعني يقطش سيرفيس، يعني عم بيعرفوا يتصرفوا بالطابه تا ينهوا له اياها. توب سيرفر فالنتين براتوييف ضارب 10 سيرفيسات، 10 سيرفيسات يعني هون ببين تيم سيرف. تيم سيرف هيدا تيم سيرف. روني داو 10، سيمو دابوفيتش 10، كايو معلوف 9، وجور منسيا 8. كمان عند الزهرة كارفن بينيروا 17، ميهايلو ميتيتش 10، نيمانيا دوكيتش 9، ارتور زيك 9، ودرار عبيد 8. يعني كارفن 17 سيرفيس، يعني وقت يكون عم يضرب سيرفيس يعني عم يربح، عم بيبقى كثير على السيرفيس. اجمالا ارسالات لاعبي الزهرة مميزة كلهم. مميز هيدا دوكيتش، نيمانيا دوكيتش على فرح، بيستقبل فرح وكايو بيسجل تعادل 8-8. ساعة وخمس دقائق على انطلاق المباراة، 2-0 للزهرة على تنورين بغزير ضمن بطولة لبنان XXL للفوليبول. واو ماتتش هون ببلش هواية تسقيط الطابات وخداع الخصم. هلا سيمو بده يحاول يعمل وحدة، هن اثنيناتهم عادة متميزين بهالشغلة. كريستيان عالسيف جام سيرف على فرح، كايو بالاوت من كايو، وتقدم نقطتين للزهرة. براتوييف بيستقبل وكايو هالمرة بيضرب وبيسجل 9-10.
تيمو دابوفيت. موزع تنورين فلوتزار على دوكيتش. ارتور تابتو بتتهدى لارتور. كونتر اتاك لفريق الزهرة. كمان ارتور لكن منسيا بيهديها. ومين غير بينيروا بيسجل؟ مين غير بينيروا بده يسجل؟ يعني كلهم بيتسلوا بالطابه بس توصل لعند بينيروا تخلص الحسم. ليك من وين؟ ميتيتش فرح بخلص ومنسيا بس بلوك. فريق الزهرة عم يتسيد المباراة. هالشيء هالطابة مش مفروض تروح على الأربعة بالأخص مش واصلة معه. يعني في معه كايو هون معه ما بعرف بسر عند تنورين كثير خياراته منه اليوم بمستوى أنا ملاحظه على كذا ماتش صرت يعني عم بيكون على هواه. توب سبايكر روني داو من تنورين 100% من ثلاثة. ميهايلو ميتيتش من الزهرة الموزع 100% من وحدة. كريستيان عساف 86% من ستة. فالونتين براتوييف 75% من تسعة. وكارفن بينيرو 68% من 15. ميهايلو ميتيتش هون خطأ لا يغتفر من براتوييف. خطأ لا يغتفر من براتوييف والفرق أربعة لمصلحة الزهرة 13-9. فرق كبير صار. يعني لاعب مثل براتوييف هيك غلطة ما بعرف. سيرفيس بين فلوت وبين جامب. منسيا طابة بترجع لكن من خارج لونتين. ما بعرف على شو عم بيحتجوا لاعبي الزهرة يعني. هو اعتبرها من جوا ظهره على الشبك حاطط مراية بايده شافها. كايو على دوكيتش. بينيروا في شبك من منسيا. شبك من منسيا بيقول الحكم جوني لقيس. و14 10 ارتور. براتوييف بيتهدى بالبلوك. براتوييف اليوم فريق تنورين منه بيومه. كمان تايم اوت لويليام الاسمر. نقطتين ولا بعضهم يعني هلا كمل الماتش بلا تايم اوت. في تكنيكال تايم اوت بس على نقطة. على نقطة يعني هيدي هي يعني هلا بيجوا كل اللعيبة هن و توب بلوكر. كريستيان عساف من الزهرة بثلاثة. ستيف عويد من تنورين واحد. فالونتين براتوييف واحد. كارفن بينيروا واحد. وسيمو دابوفيتش واحد. توب سكورر كارفن بينيرو 22. جورج منسي 11. فالونتين براتوييف 11. كريستيان عساف 9. وكايو معلوف 6. هيدا ارتور زيك على السيرفيس لمصلحة الزهرة المينا. بالفيلي 11-15. يلا يا كابتن فريق تنورين. روني ضو قبل شوي على وقفته فريقه عمل فارق. يميل دوكيتش طابته بتتهدى لدوكيتش. منسيا يميل بيهدي ودوكيتش هالمرة بيتهدى بالبلوك. منسيا 12-15.
جميع يميل وديرار تكنيكال تايم اوت جديد وكلهم اليوم لمصلحة الزهرة فرق أربعة يعني على النص فريق الزهرة عم بيلعب مرتاح يعني كل اتاك النص صار ربحان معهم تقريبا هون طاب الدرار توب توب سيرفر كارفن بينيرو أربعة ميهايلو ميتيتش روني داو فالنتين براتوييف ونيمينيا دوكيتش كلهم عندهم نقطة واحدة أو ايس واحد فرق أربعة بعده كل شيء وارد مع انه مهمة التنورين عم تصعب شوي شوي درار جامب سيرف من درار براتوييف على الاستقبال براتوييف بيضرب وبيسجل بعد ما فرجينا شيء منسي اليوم ناطرين تنشوف وبعده براتوياف والباسور على كل طابق بيحكوا عليله وطيله يعني حتى بالسيرفيس منسيا مش ماشي معه اليوم قلت لك منسيا يعني عادة عنده سيرفيس على القليله كارفن بطل المباراة براتوياف فينا نقول وحش المباراة يعني وحش المباراة صحيح معه مقابلة لآخر الماتش 14-17 خلصنا من قطوع هيدا براتوييف ارتور بيستقبل بينيروا يعني إذا ملاحظ إليك كل الطابات عم يدوا بسيرفيس براتوييف عم دغري عم بيقطع له اياها الباسور بطابه يعني اكيد يعني بينيروال عم بيشوطها بس الباسور عم بيعرف وين بده يقطعها صحيح ما عم بيعطيه مجال يضرب اكثر من سيرفيس ويعيشه طويل كثير الباسور واعي وشايف هالمره براتوييف بيستقبل كايو بيضرب طابه كونتر اتاك كمان تتخلص اكثر من كونتر اتاك ارتور كمان براتوييف بيخلصها منسيا بيسجل منسيا وبيقلب اثنين على الارض 15-18 ستيف عويد على دوكيتش كمان مرة كمان مرة بذكاء كبير ميهايلو ميتيتش بيخدع فريق تنورين 19-15 أربع نقاط الفارق والزهرة قريب من إنه ينهي المباراة لكن كريستيان عصيف بيشوط بالفيليه كمان كريستيان اليوم بالسيرفيس له بالعاده يكون افضل عم بيرجع الامل لتنورين على سيرفيس سيمو دابوفيتش ارتور طابه بالاوت من ارتور اميل تنورين عم ترجع تايم اوت لسيمو الخيارات صارت محدودة قدام ويليام ايه واصلا حتى مقاطعات ما عنده تشينج ما عنده توب ريسيفر ارتور الزايك 40% من 15 يميل عبيد 36% من 11 نيمانيا دوكيتش 33% من 24 فالنتين براتوييف 26% من 31
وروني فرح 25% من 12. يعني دوكيتش وبراتوياف اكثر اثنين عم يستعملوا بالفريقين، يعني اثنيناتهم متبعين نفس الاستراتيجيه، بيضربوا على لعيب رقم اربعه من الفريق الخصم. من الفريق الخصم. سيمو على دوكيتش وبينيروا. وبينيروا بيشوف. 20-17. يلي ما عنده بينيروا يفتش على بينيروا. أربعة وعشرين نقطة صار مسجل. 24 نقطة مسجلينهم براتوياف ومنسيا من ثاني فريق، 26 اثنيناتهم. هالمرة منسيا بيسجل. بلوك اوت 18-20. أنا بعدني ناطر ردة فعل من تنورين بهالمجموعة. كايو 20-18، ما عنده كثير وقت بقى. بوطي له بعده. اوه براتوياف، لكن هالمرة بيربحها. بلوك اوت 19-20. يعني نحن حابين نتمتع شوي بشوطة براتوياف العالي، بيطلع بيعطيه طابة بوش، بينما بينيرو عم ياخذ طابة عالية عم يطلع يسجل طابة مرتاح. يعني اللاعبين بهالمستوى ما فيك تعليلهم طابة بهالعلو بهالطريقة. إذا مش كرماله كرمالنا تنشوف شي حلو. كرمال المشاهدين ايضا، يعني مباريات بطوله لبنان اكس اكس ال مستواها عم يرتفع هلا، واكيد بالايام الجايه رح نشوف مباريات اقوى واقوى. كايو كايو بيطلع عادي على طول، عم بيخسر سيرفيس باوقات الفريق بده يطلع فيه، يعني هون بدل ما يعمل في كامباك. تنشوف ارتور كيف رح يرد. بيرد على فرح ومانسيا بيتهدى بالبلوك. صارت صعبة على تنورين، صارت صعبة على تنورين، يعني توقعنا نشوف خمس مجموعات. أول مجموعتين كثير متقاربين، 25-23، 25-22، وحاليا الزهره متقدم 22-19. يعني شوف هذه الطابه اربعه مفتوح برياحه. كايو بيستقبل، طابه بترجع كونتر اتاك للزهره. بينيروا بلوك اوت من بينيروا 23-19. بعدنا على ارسال ارتور زايك. طابه بتتخلص، ارسال غلط. اوه اوه براتوياف بيكبس شباكه، يعني تنورين استسلم. استقبال عاطل من فرح. براتوياف شو رح يعمل؟ براتوياف بيسجل. 24-20 أو 20-24. تبديل رواد بيونس بيدخل وبيخرج الكابتن روني داو. رواد بيونس بيروح ليضرب السيرفيس لفريقه. بالاوت بالاوت، وفريق الزهرة عم يربح 3-0. عصام يعني فوز مستحق لفريق الزهرة، بس اللي فاجأنا تنورين اليوم. مضبوط، أنا كنت أتوقع يكون المباراة يعني أكثر من 3-0. بس فريق الزهرة لعب مباراة كثير نظيفة وحلوة. فريق تنورين كان عنده أخطاء كثير،
بتصور بتبين انه بعد الفريق ما جاهز مع بعضه بده شوي. انا مشاهدينا هون بدي ودعكم الى اللقاء الاسبوع الجاي مع مباراه جديده ضمن بطوله لبنان XXL للفوليبول. الى اللقاء.